إنك إجيت على المطار واستقبلتني. لو بتعرف شو اشتقت لك. وأنا كثير اشتقت لك كمان. إيه شو صار بغيابي؟ احكي لي لشوف. أبداً ما في شيء، كل شيء عادي. مهند تكين اوغلو، هل توافق على الزواج من سمرة جنش؟ لا. دلع روح من هون، يلا لك عشان كذب ومسخرة. لا ما بدي ما بدي. مهند تكين اوغلو، هل توافق على الزواج من سمرة جنش؟ نعم. شو كيفها جميلة؟ وخالته كوثر كمان؟ مناح كلهم كانوا عم يسألوني امتى بدك تجي. هلأ بعد شوي بروح بشوفهم وبعطيهم الهدايا. بتعرفي شغلة، بحياتي ما انزليت مثل اليوم. لا تفكر بنوم. يلا نقعد.